السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة إلكترونيات سيمو. الإخوان، بالنسبة للعجانات الكهربائية كاين واحد العطب شائع، نقولوا حنايا عطب ولكن فيه جوج ديال الأصناف. الصنف ديال هذا يعني الصنف الأولاني هو لا ماشين كتكون خدامة مزيان عادية ما كاين فيها حتى شي حاجة، واحد الصباح ولا واحد يعني واحد الاستعمال كتوقف في خطرة. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية هي انها تتكون كانت خدامه ولكن فاش دازت واحد الوقت تتولي كتبدا تخدم وتقطع، ولا حركتيها ولا شي حاجه بحال هكذا ولا غير كتجي تبغي تقيسها كتولي تبقى تخدم. يعني حتى في الخدمه ديالها كتلاحظ بان ما بقاش ديك الخدمه عندها ديالها مستمره مريقله كيف ما كانت المره الاولى. يعني كتحس بان هذاك الصوت ديالها تي بحال الا تيراطي خدامه وكتقطع. غنوريكم المشكل فين كاين بالضبط. المشكل كاين هنا في المحرك. بالنسبه لطريقه الفتح وكذا وهذه راه غترجعوا للفيديوهات في القناه، راه كاين القائمه ديال اصلاح العجانات الكهربائيه، راه فيها طرق كثيره ديال تقريبا انواع كامله ديال العجانات الكهربائيه. غنوريكم بالضبط الاخوان المشكل فين كاين. المشكل كاين على هنا على مستوى المحرك، وفين بالضبط على مستوى الشربونات. غادي نحاول نقربكم مزيان من العطب. الشربونات الاخوان مع قوه الاستعمال شنو تيوقع لهم، تيبقاو يعني مع الوقت تيترخفوا، اما تيموتوا تيضعفوا يعني داك الطول ديالهم تيمشي، اولا واحد الروسور تيكون هنايا تيضعف. وهكا يعني فاش كيكون كيدور المحرك بحال هذا الشكل، هذا فاش كيدور بحال هكذا، هذاك الشربونات مع الكوليكتور مع هاد البلاصه هادي فين كيقيسوا ما تتبقاش توصل مزيان. وباش كنعرفوا بان المشكل كاين عندنا بالنسبه للعجانه الكهربائيه، باش كنعرفوا بان المشكل كاين عندنا على مستوى الشربونات، سهله سواء كانت قطعت في خطره او لا كانت كتخدم وكتقطع. تنخدموها وتنشدوا العجانه الاخوان وتنقلبوها من جهه تحتانيه وكنشوفوا جهه المحرك. الا كانت في هذيك الوقيته اللي كتكون خدامه تلاحظوا بان ديك البلاصه ديال المحرك تيكون فيها بحال لي زيكلا، بحال الضو تيبان فيها الضو هكا زرق مع الدوران وتيبان الضو كثير، تما تنعرفوا بان المشكل كاين على مستوى الشربونات. وكل ما علينا الاخوان هو اننا غير تنفتحوهم من هنا وتنحيدوهم، كتلقى الطول ديالهم قصار صغيور، اولا تتلقى الرسول ضعاف تما تتجبد الرسول وتعاود تردو المكان ديالو وكترجع الامور خدامه مزيان. يعني بخلاصه المشكل كاين على مستوى الشربونات في المحرك، راه ما كاين لا في البلاك ولا في الضو ولا حتى شي حاجه. وهاد القضية هادي راه كتكون يعني معها ما كاينه لا ريحة ديال الحريق ديال المحرك ولا والو، يعني المشكل تيكون بالضبط غير في تماس ما كاملش مزيان على مستوى هاد الشربونات هادي. نتمنى الإخوان أنكم تكونوا استفدتوا، ما تنساوش الاشتراك في القناة، تنحاول نعطيكم يعني ملخص ديال العطب باش ما نطولش عليكم. نتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، بارطاجيو وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب باش تعم الفائدة. شكرا لكم إخواني على التتبع. السلام عليكم ورحمة الله.